تقدر يكون اي عملاق لانه اصلا ما ينشاف. اذا جاب الغزل يطير برقصه فلا تحاول تتكلم عن بكاسه. Hi. Hours later. Hi. お前ら全員はしゃぎすぎだ。いつ自分で言うのもなんだけど。もう寝ろ。إلى 1696 شخصاً الذين صوتوا بأن ميكاسا هي أسوأ شخصية وجعلوها بالمركز الثاني في السوق. أريد إخباركم بأن ميكاسا عمة بنت وياه. إذا جاه القزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. الأقوى في عالم أتاك تايتن تجي تقارن يا عمي أنسى. إذا جاه القزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. وفعى لما تاكن تايتن تجي تقارن يا عمي انسى والله تخسى. ثاني اسوأ شخصية ما راح تلقى زي ميكاسا لا تقارن بالبقية. من هذا البنية يبكي مسوي لي حساس في من قوة الشخصية رجعت فيهم حماس. ولا اني الغبية تحسب نفسها قوية ولما جاتها ميكاسا تعلقت زي السحرية. كل صباع انقطع نصة ما خلت لها فرصة. تبغى تهرب من السور راحت رجعتها برفسة. كانت خرفا يحسب راح تجي احلى يتمنى تحبه وهي اصلا ما تبي. هذا دلوعة الماما يستاهل كفين يعني طالع في المراية ويعرف ان وجهه شين. يعني نفسي اطعن جده يحسب ما حد قده لباي لو يتكلم فما اليوم بسده. كيف مهجد العمالة قوم الميكاسا يخاف يقدر يقتل اي عملاق لانه اصلا ما ينشاف. جاه القزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا. الأقوى في عالم ما تاكن تايتن تجي تقارن يا عمي أنسى. جاه القزم يطير برفسة فلا تحاول
تحاول تتكلم عن ميكاسا نتوفع لما تاكن تايتن تيجي تقارن يا عمي أنسى تقلي بالعالم جحيم لو واحد بس عنها شاله اليد اللي في المسيرين تنقطع جراف حاله ما خلت برتولدو في حاله تمنى لو راينر بداله بدون ما تنطق بحرف بنظرة بلل السروال وكروه الحق إيرين ما تنفك عيني في عين يا مسكين تبغاها تلحق سبيتها حبيتها الموضوع ما في شك لما تطلع لك ميكاسا وجهك على الشاشة بينحك ايش وضع البكايا من دموعه ما خلصنا يوم في المحكمة انجلد القزم كان يمثلنا لك مهينة رفس هناك كومبو رائع نايس اتاك شوف وجهك كيف مفقع يستاهل ذنب الشنة استوديا الانتحارية يبغى لها شورت كذابة ما تبغى تموت تبغى تسوي انها كيوت هي وإيرين وليفاي شخصيات جانبية الاصل هي ميكاسا ولا عزاء كلهم زبايا القزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا اقوى عالم ما تاكل تايتن تيجي تقارن يا عمي انسى جهل القزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا وفعى لما تاكل تايتن تيجي تقارن يا عمي انسى اذا جهل قزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا وفعى لما تاكل تايتن تيجي تقارن يا عمي انسى اذا جهل قزم يطير برفسة فلا تحاول تتكلم عن ميكاسا وفعى لما تاكل تايتن تيجي تقارن يا عمي انسى وهنا وصلنا إلى النهاية. كيف كان معاكم الفيديو؟ والله أخذ مني أسبوع ونصف، فاكتبوا لي تحت في التعليقات هل الفيديو كان يستحق أو أسبوع ونصف راحت على الفاضي. وطبعا الأغنية الأصلية تحت في الوصف، روحوا شوفوها إذا كانت هذه أول مرة تسمعها عندي. وبالنسبة لي أسأل أيوب، ليش ما تكلمت في هذا الفيديو؟ أوكي، لو أنا تكلمت كيف باقي الشخصيات تتكلم؟ ما عندي موهبة في تخليط أصوات شخصيات الأنمي. أي أي كسمع ناندا كوريا أي أي إيرن ساسا توكو تايو كونيرو شفتوا؟ I'm just animator. المهم شكرا على المشاهدة، لا تنسى اللايك والاشتراك. ولا أقول بما أن فيديو عن هجوم العمالقة فخلي إيرن ينهي الفيديو. その地獄の先に見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けたものにしかわからない。